مرحبا شباب، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ واليوم بفيديو جديد من قناة اكسرايت فور جيمنج اند تكنو. واليوم بهذا الفيديو رح فرجيكم على ايرور بيصير لما تجوا انتو تحملوا لعبة فار كراي 3 من الديسك، من السي دي، يعني انتو عم تحملوها وخصوص الثري بيطلع لكم مثل ايرور اسمه، هلا حيبين معانا، لكن المشكلة عندي ما بيبين غير ليبلغ التحميل 61%. قبل بضل ماشي التحميل عادي، لحتى كان خلص التحميل رح احكيكم هو الايرور عن كيف بيصير. الايرور هو انه في بعض الملفات بيرفضها انه تتحمل من قبل الويندو. كلنا بنعرف انه هيدا الشي بيصير لما بتكون انت الويندو ديفندر مشغله. الويندو ديفندر بس يشتغل وانت تكون عم تعمل اي تنصيب لاي شيء، بيكون هو عم بيتبع التنصيب. اي ملف بيلاقيه مش مناسب ما بيحمله، وممكن هالملف ما يكون بيأدي خطر على جهازك، لكن بيبقى هو بشك فيه بيرفضه. لهيك لحتى نحل هالمشكلة، هلا انا بيوصلني ليصير 60%، اكيد ما رح نتركه نص ساعة. يعني كل اللي علينا نعمله انه نجيب ال نروح على ال هاي كتبها stop considering an error while installing Far Cry 3 change were not saved please rerun store again. يعني في حدا خطأ اثناء التحميل، ايرور، حاول تحميلها مجددا، لذلك نعتذر منك. كل اللي علينا انه نروح على الكنترول بانل، كنترول بانل بنرجع بنحطهم اللارج ايكون وبنفتش على الويندو ديفندر، هيدا هو. نرجع بنروح على التول، بنرجع بنروح على اوبشن وبنضغط على ادمنستريتور وبنشيل يوز ذيس بروجرام و نضغط على سيف. بيقلي this program is turned off، يعني انا طفيت الويندو ديفندر. طبعا حيعطيني رسالة خطأ هون لانه انا طفيت احدى برامج حماية على الجهاز، لكن هيك بس لحمل اللعبة حتتحمل معي 100% مأكد. وهيدا نفس المشكلة بتواجهنا وقت بنجي بنحمل الجنرال زيرو اور، بيوقف التحميل وما بتزبطه. لحتى اكد لكم رح بلش اعمل انستول، لازم هلا بس وقف، بس اضغط على كانسل ما يطلع لي ايرور ولا يقلي. كان بالاول عم يعطيني بالنص ساعة وهيك، هلا بس عطاني 18 ساعة دقيقة. لما قلت له كانسل مثل ما تلاحظوا الايرور هون عم بيقول لي اياه انه لانه انا عملت لك كانسل، بفكر هو انه صار ايرور، بس انا بضمن لكم انه هالطريقة بتزبط. انا اكيد رح بلش تحمل اللعبة لانه ما صدقت امتى مشيت. طبعا عم نحمل الستيم، واخيرا رح صير اعملكن العاب حملكن اياها من الكمبيوتر. ولا مرة انا منزل غير للماينكرافت، كان عندي مشاكل حتى اقدر صور لعبة. هلا حليت هالمشاكل ورح بلش بالعاب مثل ارما 3، مثل فار كراي 3، طبعا مش جزء تالت ضروري يعني. رح بلش بالعاب قتال، العاب كتير، يعني عندي كتير كتير فيديوهات العاب، بس ما كنت اعرف صور العاب على الجهاز الكمبيوتر او اللابتوب. هذا كان شرحنا لليوم. اليوم صرت منزل 3 شروحات ودايما رح صير هيك قوي ان شاء الله. كان عندي بعض المشاكل وهذا هو كل شيء. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب. باي باي.